رئيس الأركان يشهد فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني نسور النيل 2. مقتل واعتقال العشرات من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية بأنحاء متفرقة من العراق. جونسون يحدد اليوم خطط إعادة فتح الاقتصاد البريطاني واستئناف السفر الدولي بعد بدء برنامج التطعيم ضد كورونا. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، بداية هذه النشرة مع نهى درويش. إليك نهى. أهلا بك لم. أهلا بكم مشاهدينا. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني نسور النيل 2، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بجمهورية السودان وبمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين. التدريب الجوي المشترك نسور النيل 2 بين مصر والسودان. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني نسور النيل 2، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بجمهورية السودان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين، حيث بدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب. كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات متعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الاعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية. إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية. وقد أظهر ختام فعاليات التدريب المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب، ثم قام رئيس أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب. وألقى الفريق محمد فريد كلمة النقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى القيادتين السياسية والعسكرية في السودان الشقيق، كما أثنى على ما شاهده من مستوى راق واستعداد قتالي عال للقوات المشاركة في التدريب، مشيرا إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار. وفي سياق متصل، عقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاء ثنائيا تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات والتهديدات العسكرية والأمنية والتزامات وبرامج التعاون العسكري خلال الفترة القادمة. واتفق الجانبان على أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية لصالح تطوير المهام العملياتية. حضر ختام الفعاليات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بك سيادة اللواء في هذه الجولة الإخبارية. وفي البداية، يعني بعد ختام فعاليات التدريب الجوي، حدثنا أكثر عن أهمية التعاون بين مصر والسودان.
سيادة اللواء هل تسمعني؟ عفوا فقدنا الاتصال بسيادة اللواء. سيادة اللواء هل تسمعني؟ ايوه فندم سامعك تمام. نعم، يعني أهمية التعاون المستمر بين مصر والسودان خصوصا بعد ختام فعاليات التدريب الجوي المشترك نسور النيل 2. التعاون المشترك بين مصر والسودان هو لطبقا للأهداف المشتركة للمصالح الحيوية المشتركة المصالح المصيرية المشتركة بيننا وبين السودان. بيتم هذا التدريب لصقل مهارة القوات ورفع قدرتها وكفاءتها القتالية زي ما قال السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. هنا القوتين بيتدربوا معا بيتنقلوا أو بيتكاملوا في نقل الخبرات، نقل ما لديهم من كفاءة قتالية، ما لديهم من خبرات جديدة في هذا المجال، العمل فيها في مسارح جديدة. وبالتالي بنحقق ثلاث أهداف في وقت واحد. الهدف الأول هو صقل مهارة القوات بالكامل وتبادل الخبرات. نمرة اثنين هو اختبار كفاءة القوات السودانية والمصرية في العمل معا ضد عدو مشترك. الهدف الثالث هو رسالة ردع إلى كل من يحاول أن يهدد أي مصلحة من مصالحنا أن يدنا تطاله ونستطيع أن ندافع عن حقوقنا وعن كل مصالحنا. نعم، طيب سيادة اللواء، يعني بخلاف التدريبات العسكرية ما هي أوجه التعاون الأخرى بين مصر والسودان؟ أولا التدريبات مش بس تدريبات في هذا المجال فقط بالنسبة للمشروعات، لأن ده أعلى مستوى، ده تطبيق عملي لما تم التدريب عليه. هناك تبادل للتدريب في المعاهد والكليات العسكرية، لدينا باستمرار دارسين سودانيين عندنا في مصر. أيضا هناك تعاون في مجال التدريب العسكري أو التصنيع العسكري، هناك تعاون في مجال العمل ضد الإرهاب وتأمين الحدود بيننا وبين أشقائنا في السودان. أوجه التعاون العسكري مستمرة منذ زمن بعيد، احنا النهاردة بنكثف هذا التعاون لتحقيق أهداف عملياتية وأهداف تمس الأمن القومي لكلا البلدين. نعم، شكرا لك اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أعلنت هالة زايدة وزيرة الصحة عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان ل 184,797 مواطن من خلال 156 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية خلال مارس الماضي. تأتي تلك القوافل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحية. أوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم إجراء 27,643 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وتم عقد 39,666 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 2,801 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. أعلنت وزارة الصحة إطلاق 8 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك يومي 5 و6 من إبريل للكشف والعلاج مجانا في كافة التخصصات الطبية ب8 محافظات. ومن جانبه أكد محافظ الإسماعيلية شريف بشارة توجيه قوافل طبية تضم كافة التخصصات لتقديم الخدمات للمناطق المحرومة، مشيرا إلى تنظيم قافلة طبية اليوم إلى قرية أبو عاشور لخدمة الأهالي، ولافتا إلى استفادة ما يقرب من 400 أسرة من القافلة حتى منتصف اليوم الأول لتنظيمها. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن فحص 8,060,967 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضي. تأتي تلك المبادرة في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
أوضح دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تستهدف فحص كافة الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك 29,444 مدرسة حكومية وخاصة. تم الانتهاء من تنفيذ محطة رفع لمياه الصرف الصحي وخط الطرد الخاص بها لمنطقة الإسكان الاجتماعي بسندود بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم إنشاء المحطة بقدرة رفع 5,000 متر مكعب في اليوم وخط طرد بطول 8 كيلومتر بتكلفة 30 مليون جنيه، حيث تم تنفيذها بمعدلات تنفيذ قياسية لتساهم في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين. المشروع عبارة عن تصميم وتنفيذ الصرف الصحي لوحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة سندوب. التكلفة الإجمالية حوالي 30 مليون جنيه مصري. مكونات المشروع عبارة عن بيارة الرفع بقطر داخلي 400 ملي وخارجي 480 ملي. الوحدات الملحقة بالبيارة عبارة عن خط مواسير HDPE قطر 355 ملي بإجمالي 8.5 كيلو طولي. المشروع بيخدم أهالينا من سكان منطقة الإسكان الاجتماعي بسندوب. مشروع مكون من محطة رفع بقدرة 5,000 متر مكعب في اليوم، خط طرد بطول 8 كيلو ونص يصب على محطة معالجة صرف صحي، محطة معالجة مياه صرف صحي تلبانة. تم استخدام الأيدي العاملة من أهل المنطقة في أعمال التنفيذ. يواصل المتحف القومي للحضارة فتح أبوابه للجمهور بعد أن افتتحه الرئيس السيسي رسميا، وقد استقبل المتحف أول يوم لافتتاحها الكثير من الزوار الذين يملأهم الشغف للتعرف على هذا المكان. وتعد قاعة المومياوات الملكية من أهم ما يميز المتحف القومي للحضارة، والتي صممت لتكون نموذجا يحاكي مقابر وادي الملوك. يمثل المتحف القومي للحضارة واحدا من أهم وأكبر متاحف الأثار في العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية، حيث يحكي مراحل تطوير الحضارة منذ أقدم العصور وحتى العصر الحديث. المتحف القومي للحضارة المصرية ينسج تراث مصر النابض بالحياة ليربط الماضي بالحاضر في تناغم فريد. هذه هي القاعة الرئيسية للعرض المتحفي، والتي تحدد للزائر مساراً يمكنه من الاستمتاع بكل لحظة يتواجد فيها داخل المتحف. عصور ما قبل التاريخ، هيكل نزلة خاطر الذي يعود للعصر الحجري القديم، الاستقرار وبداية التحضر، حيث حضارة بدائية بدأت تنمو حول نهر النيل العظيم. ثم يأخذك المسار إلى عصر الأسرات، حيث بدأ المصريون بناء حضارة عظيمة تليق بمجدهم. تصادفك في مسارك بالعرض المتحفي قطع استثنائية، كتلك العجلة الحربية التي نقش عليها الملك المنتصر معاركه وهزيمته لأعدائه، أو مجموعة الحلي الخاصة بالأميرة نفروبتاح، وهذه أدوات زينة الملكة، وهذا كرسي الملك، وهذه صناعة النسيج، وتلك صناعة الفخار. الحياة اليومية كاملة للمصري القديم يتعرف عليها زائر المتحف قبل أن يصل إلى هذا التابوت الجميل المصنوع من الخشب ورقائق الذهب للكائن نجم عنخ، الذي كان معروضاً في متحف متروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية، واستردته مصر ليعرض هنا في المتحف القومي للحضارة المصرية. يكمل الزائر مساره إلى هذه المنجلية المخصصة لتلاوة الصلوات، والتي تتوسط عدداً من القطع الأيقونية التي تنتمي للفن القبطي، الذي يبدأ مع هذه المشربية في عصر جديد مصري خالص متفرد في عمارته وملابسه وتفاصيل حياته اليومية في القاهرة الإسلامية.
محمد علي الخديوي إسماعيل طلعت باشا حرب شهود على هذا العصر الحديث الذي تطورت فيه القاهرة وشهدت مصر نهضة عمرانية واقتصادية وإدارية باقية آثارها حتى اليوم. وهذا هو المحمل الذي كان يخرج المصريون احتفالا به. أما هذه فهي آخر كسوة للكعبة المشرفة أرسلتها مصر وعادت إليها. تنتهي جولة العرض المتحفي عند هذه الأزياء التراثية التي تمثل سيدات مصر من سيناء والنوبة والصعيد والدلتا والواحات ومطروح، ولكن ما زلنا لم نتعرف بعد على أيقونة المتحف القومي للحضارة المصرية. فهذه الدائرة التي يلتف من حولها مسار الزيارة هي مدخل الكنز. تعرض هذه الشاشات التفاعلية لقطات للمومياوات الملكية وأهم القطع التي اكتشفت معها والتي يمشي عليها الزائر متجها نحو الكنز. متحف المومياوات الملكية، أيقونة المتحف القومي للحضارة المصرية. لا تنسى قبل أن تغادر المتحف أن تلقي نظرة على الممشى المطل على بحيرة عين الصيرة، والذي من خلاله تكتشف الموقع الفريد للمتحف القومي للحضارة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفجرافات تسلط الضوء على أن مصر أصبحت نموذجا دوليا ناجحا في محاربة الهجرة غير الشرعية وفي دعم اللاجئين، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية في كلا الملفين. وأوضح التقرير جهود دولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى تكليف الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019. كما استعرض التقرير الاستراتيجية المتكاملة التي وضعتها وزارة الهجرة لتنفيذ المبادرة. ورصد التقرير الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على المستويين الدولي والإقليمي. وجه وزير الخارجية والمقتربين الفلسطيني رياض الملكي رسائل متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية على المستوى الوزاري لمتابعة مخاطباته السابقة حول عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أرض فلسطين المحتلة وبما في ذلك القدس الشرقية استنادا للمرسوم الرئاسي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وزير الخارجية رياض الملكي أطلع أعضاء الرباعية الدولية على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الآن للسير قدما في الانتخابات وجهود لجنة الانتخابات العامة من تحديث للسجل الانتخابي وقبول قوائم الانتخابات للمرشحين المشاركين في الانتخابات.
قال رئيس الفلسطيني محمود عباس لحظة وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان إن الأحداث التي وقعت في المملكة تهم بلاده بشكل كبير، وأضاف الرئيس عباس أن العالم تابع تلك الأحداث وأكد وقوفه إلى جانب العاهل الأردني واستقرار الأردن، ما يظهر الاحترام البالغ والاهتمام بهذا البلد المسالم. وغادر الرئيس الفلسطيني عقب زيارته إلى عمان متجها إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ولقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ما أفاد مصدر في مكتبه. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي موقف بلاده الثابت من أمن الأردن واستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القاضمي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشددا على أن العراق حكومة وشعبا يعضد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن وتعزيز مسيرة الشعب الأردني على نهج الاستقرار والتنمية والبناء. قتل 34 إرهابيا واعتقل 99 آخرون في سلسلة عمليات استهدفت فلول تنظيم داعش الإرهابي في أنحاء متفرقة من العراق. قال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن تلك الحصيلة تشمل نشاط جهاز مكافحة الإرهاب في الفترة منذ بداية العام الجاري. وأضاف رسول أن الجهاز تمكن خلال تلك الفترة من تنفيذ 109 عمليات ضد أوكار داعش الإرهابية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور طارق حرب المحلل السياسي. دكتور أهلا بك معنا على إكسترا نيوز من القاهرة. أرقام تم الإعلان عنها متعلقة بقتل عدد والقبض على عدد آخر من عناصر داعش الإرهابية أو تحديدا من فلول داعش في أنحاء متفرقة من العراق، هل لديكم تقييم مبدئي بشأن عدد العمليات التي تم تحديدها بأنها 109 عمليات ومن تم اعتقالهم حتى الآن من عناصر داعش المتبقية في العراق أو التي تسللت بشكل آخر؟ شكرا لك. بعد أن لوح خلال قبل 3 أشهر هنالك تحرك لبعض بقايا داعش خاصة في المناطق النائية، مناطق جبلية، مناطق صحراوية بعيدة، مناطق كهوف. لذلك تجدين أن القوات العسكرية من جهة برئاسة كما يقال جهاز مكافحة الإرهاب قد اتخذت ما يلزم بذلك. القصد من ذلك حد وإيقاف العمليات التي حصلت وآخرها العملية التي حصلت في ساحة الطيران وسط بغداد. وفعلا تمكن فقط جهاز مكافحة الإرهاب قتل ما يقارب أكثر من 100 إرهابي والاستيلاء وقبض والاستيلاء على معدات والقبض على عدد من الإرهابيين والاستيلاء على معدات كبيرة. كذلك لا ننسى أن التحالف الدولي يعني أثرا كبيرا في القضاء على الكوف خاصة بالمناطق التي تحتاج إلى خبرة وتقنية عالية. إذا نجد أن جميع القوات العسكرية العراقية، الجيش، الشرطة الاتحادية، مكافحة الإرهاب يعني تحركت منذ 3 أشهر وبشكل كبير لوضع هذه التجاوزات، وظهر ذلك واضحا على الواقع العراقي لأن يعني كما يقال الشهر الماضي لم يكن كما كان. ولكن دكتور لدينا بعض المعطيات متعلقة بالمعدات والأسلحة التي وجدت كما حضرتك ذكرت، إذا كانت صواريخ أو غيرها من أسلحة لداعش الإرهابية التي وجدت بالفعل من قبل القوات العراقية. هذه الأعداد التي يتم الإعلان عنها أول بأول، هل يمكن تحديد كم بالمئة من الجيوب متبقية لداعش في الداخل العراقي أم أنها مسألة متعلقة أكثر بتأمين الحدود ربما هي التي تحكم هذه النقطة بشكل أكبر؟ شكرا لك. مسألة التحديد من الصعوبة المكان، لماذا؟ لأن داعش الإرهابي ينتقل من مكان لآخر ولكثرة الكهوف خاصة
في مرتفعات حبرين، يعني منطقة من الموصل تصل إلى حد نيسان جنوبا، نعم. يعني أكثر من 800 كيلو متر هذا المرتفع تحديدها إلى ذلك المرتفع. لكن كل وكان يمكن أن يظهر بنا شيء معين، إحلاق للآخرين، حرق لمزروعات كما كان حصل سابقا، أو اعتداء على مشات عراقيين كما يقال، تتولى القوات العسكرية العراقية بعون ومساعدة جوية لقوات التحالف من القضاء على ذلك. لذلك نجد أن الأمور شبه مستقرة، يعني شبه أمان كبير لم يكن يحصل سابقا. دكتور، نقطة أخيرة متعلقة بانفتاح العراق هذه المرحلة على الدول العربية، اليوم زيارة هامة لرئيس الوزراء العراقي للإمارات، من قبلها تعاون ثلاثي عربي عراقي مصري أردني، إلى أي مدى هذه ربما خطوة هامة في طريق العراق للاستقرار؟ لا بد أن يرجع العراق إلى المحيط العربي، يعني لا يوجد سند، لا يوجد مؤيد، لا يوجد ناصر للعراق غير العرب، يعني هذه المسألة لا يمكن قبولها إطلاقا. لذلك تجدين أن التحرك العراقي، التحرك المصري، التحرك الأردني، تحرك الدول الثلاث لإقامة نوع من العلاقات الوسيطة وطويلة الأمد، واللي يترتب عليها كما يقال استثمار مبالغ كثيرة وبفائدة تؤدي إلى منفعة مصر والأردن والعراق، دفعت الدول العربية الأخرى إلى هذا التحرك. يعني التحرك القطري، وزير خارجية جاري بغداد، ثم التحرك إلى السعودية والإمارات العربية، تجديد كما يقال رد فعل جيد لما حصل من تقارب وتوحيد العمل، من نظرة جديدة بين العراق ومصر والأردن. ناهيك عن أن كما يقال أن مصر وأي دولة عربية تجد فيها الملاذ وتجد فيها النصر والعون. نعم، شكرا لك دكتور طارق حرب، المحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من بغداد. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لمتابعة نشاط الأمانة العامة للجماعة العربية ومستجدات القضايا العربية الراهنة. وأكد الرئيس التونسي على ضرورة مراجعة النصوص وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة حتى تحقق جماعة الدول العربية الأهداف التي بعثت من أجلها. ومن جانبه قال أبو الغيط أن اللقاء مع الرئيس التونسي تطرق إلى كيفية تطوير جماعة الدول العربية وإنجاح عملها، علاوة على الشأن العربي والقمة العربية القادمة. كان لنا حديث ممتد عن كيفية تطوير الجامعة العربية وإنجاح أعمالها. تحدثنا في الشأن العربي عن القمة العربية القادمة، عن مسؤوليات الرئاسة التونسية، وكان حديثا ممتدا رأيت في جوانبه الكثير من الإيجابيات. دعت حركة أمل بزعمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى العمل على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد على أن تتمتع بالقدرة اللازمة ويكون لديها البرنامج الإصلاحي الذي من شأنه إخراج لبنان من أزمته. وأكدت الحركة أن الوحدة الوطنية هي أهم عناصر قوة لبنان والحفاظ على وجوده وتحصين مجتمعه، ولم تنجح حتى الآن الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف بين رئيس ميشيل عون ومن خلفه فريقها السياسي التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لن يتخلى عن تعهداته باستعادة الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن دول أوروبية مستعدة للمساعدة على استرجاعها. وقال تبون في لقاء مع ممثلين لوسائل الإعلام الجزائرية إن الأملاك المنهوبة الموجودة داخل الوطن نسبتها ضئيلة مقارنة بما هو موجود في الخارج، لافتا إلى تورط شركات أوروبية في عمليات الفساد. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل ثم نعود لاستكمال النشر. أهلا
اهلا بحضراتكم من جديد. اعلنت وزيره الصحه هلا زايد تلقي 148987 من الاطقم الطبيه والمواطنين من الفئه المستحقه لقاح فيروس كورونا حتى السبت، فيما تم اضافه 200 مركز جديد لتلقي لقاحات. نتابع هذا التقرير. منذ بداية ظهوره في أواخر 2019 لم تألو الدولة المصرية جهداً للتصدي لفيروس كورونا المستجد، إذ عملت على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس، كما قدمت الدعم السريع للقطاع الصحي لمجابهة تداعيات الجائحة. الدولة سارعت الخطى أيضاً من أجل توفير اللقاحات المختلفة للمواطنين، فأطلقت حملة وطنية للتطعيم، كما توسعت في إنشاء مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية لاستيعاب المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح. وبدأت المنظومة بـ40 مركزاً، ثم تمت زيادتها لـ139 مركزاً في مارس الماضي، لتعلن الدولة بعد ذلك إضافة 200 مركز جديد، بينهم 40 مركزاً بمحافظة القاهرة، وبذلك يصل الإجمالي إلى 339 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية. وبالتزامن تمت مضاعفة أعداد الفرق الطبية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل، ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من 9 صباحا إلى 9 مساء يوميا، لتفادي تزاحم المواطنين واستيعاب أكبر عدد ممكن من الفئات المستحقة للتطعيم. لم تتوقف جهود الدولة عند ذلك الحد، إذ قامت أيضا بالتوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح، حيث ستبدأ في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بما يساهم في تنشيط حركة السياحة التي تضررت من الجائحة. وحتى الآن تلقى لقاح فيروس كورونا 148987 من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة. الدولة تسعى أيضا إلى تنويع مصادر لقاح كورونا، حيث استقبلت حتى الآن 854,400 جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك كأول دفعة ضمن اتفاقية كوفاكس، وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعاً على مدار العام. كما تم استقبال 680,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني على مدار الفترة الماضية. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيكون بمقدور الجميع في إنجلترا إجراء فحص كورونا مرتين في الأسبوع في إطار مسعى جديد لمكافحة الجائحة، مع تخفيف القيود المجتمعية واستمرار التطعيم بوتيرته السريعة. وقال جونسون، والذي من المنتظر أن يؤكد في وقت لاحق اليوم، خططا لاستئناف رحلات السفر الدولية وفتح قطاعات من الاقتصاد، إن برنامج الفحص الجديد سيكسر سلاسل نقل العدوى وسيساعد في رصد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض. قال وزير الصحة الألماني يانس سبران إنه بحلول نهاية مايو سيتم تطعيم 20% من المواطنين بلقاحة المضادة لفيروس كورونا. تصريح وزير الصحة الألماني جاءت خلال زيارته لأحد مراكز التطعيم ضد كورونا. يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى أكثر من 2,893,000 حالة، كما بلغت الوفيات أكثر من 77,000 وفاة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن يؤدي استمرار التوجه الخطير لقومية اللقاحات ضد فيروس كورونا من قبل الدول الغنية إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي. وقال غوتيريش أن الأمم المتحدة تعمل على ضمان أن تكون اللقاحات متاحة بأسعار مقبولة لكل الدول في أسرع وقت ممكن، مبينا أن التضامن الدولي هو السبيل الوحيد للانتصار على فيروس كورونا. سجلت الهند ارتفاعاً قياسياً في أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19 لتصبح ثاني دولة في العالم تسجل إصابات يومية تتجاوز 100,000، في حين ينظم السياسيون تجمعات انتخابية ضخمة، مما يزيد المخاوف من انتشار أكبر للفيروس. استقبلت المستشفيات في ولاية مهارشترا، وهي أشد الولايات الهندية تأثراً بالوباء، أعداداً تفوق طاقتها من المرضى، وسجلت الولاية إصابات قياسية بلغت نحو 58,000 حالة، وارتفعت الإصابات اليومية في البلاد إلى 12 ضعفا تقريبا منذ أن بلغت أدنى مستوياتها في فبراير، عندما خففت السلطات أغلب القيود وتوقف غالبية الناس عن وضع الكمامات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.
فرضت اليابان إجراءات جديدة على أوساكا ومنطقتين أخريتين مع الارتفاع في حالات الإصابة هناك بفيروس كورونا، وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المطاعم أبوابها في المدن الرئيسية في 8 مساء ومنع العملاء الذين يرفضون ارتداء الكمامات من الدخول، حيث من المقرر أن تستمر تلك الإجراءات لمدة شهر. سجلت البرازيل 1240 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره وتسجيلها أعلى معدل وفيات يومي بالفيروس على مستوى العالم. وسجلت البرازيل حتى الآن 331,433 وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 12,984,000 إصابة بعد تسجيل أكثر من 31,000 إصابة جديدة. أعربت مصر عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لجمهورية بنغلاديش وأسر الضحايا في أعقاب حادث غرق عبارة في نهر شيتالاكشيا. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنغلاديش في هذا المصاب الأليم. لقي 26 شخص على الأقل مصرعهم في بنغلاديش أثر غرق عبارة كانت تنقل نحو 50 شخص بعد اصطدامها بمركب آخر في نهر شيتالاكشيا. وأفاد مسؤولون بأن العبارة غرقت على بعد 20 كيلومتر من العاصمة دكا أثناء توجهها إلى إقليم مجاور، فيما أكدت الشرطة المحلية أن العبارة كانت تنقل ركابا يرغبون في مغادرة مناطقهم بعدما أعلنت الحكومة إغلاقا لسبعة أيام في البلاد لمكافحة ارتفاع جديد للإصابات بفيروس كورونا. انطلقت جلسات التشاور التي يعقدها الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين مع مندوبي الأحزاب السياسية في إسرائيل، وذلك لاستطلاع رأيهم حول الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. قرر الرئيس الإسرائيلي أن يجري مشاورات مع كافة الأحزاب خلال يوم واحد وليس على مدار عدة أيام كما كان متبعا. ويبلغ عدد الأحزاب والتحالفات التي تمكنت من تخطي نسبة الحسم ودخول البرلمان الإسرائيلي 12 حزبا وتحالفا سياسيا. قالت المدعية العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استخدم السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الإسرائيلية في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية. ويمثل نتنياهو أو يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة بتهم الفساد، حيث تستمع المحكمة لعدد من الشهود في التهم الموجهة لرئيس الوزراء والتي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية ألاباما أن شخصا على الأقل قتل وأصيب 3 آخرون بجروح بإطلاق نار. وبحسب مصادر أمنية وقع إطلاق النار في حديقة إثر شجار بين رجلين في الوقت الذي كان يتواجد فيه مئات الأشخاص في الحديقة. قالت الشرطة أن الحادثة أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 3 نساء تم نقلهن إلى المستشفى ووصفت حالتهن بالحرجة. اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي شخصا كان يعد لشن هجوم إرهابي في مدينة كاسلوفوتسكا الروسية. وقال جهاز الأمن الروسي إنه تم إحباط عمل إرهابي في إقليم ستافربول من قبل جهاز الأمن الفيدرالي، حيث تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1996 كان قد أدين سابقا بجريمة عادية، حيث كان يخطط لتنفيذ هجوم على ضباط إنفاذ القانون باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع لصالح المنظمة الإرهابية الدولية.
قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تحرق قواتها داخل أراضيها على الحدود مع أوكرانيا بالشكل الذي تعتبره ضروريا، مؤكدا أن روسيا لا تشكل تهديدا لأي دولة أخرى، وتعليقا على التقارير التي زعمت أن وحدات عسكرية روسية تتحرك في منطقة روستوف وتخفي أرقام السيارات العسكرية. قال بيسكوف أن الجيش الروسي يتحرك على الأراضي الروسية في الاتجاهات التي يعتبرها ضرورية وبالشكل الذي يعتبره ضروريا لضمان الأمن، مضيفا أن ذلك لا ينبغي أن يسبب أدنى قلق لأي طرف. انتخب مجلس النواب في كوزوفو فيوس عثماني رئيس للبلاد، وحصلت عثماني خبيرة القانون الإصلاحي على تأييد 71 برلمانيا من أصل 82 شاركوا في التصويت. قال مسؤولون أن انفجار سيارة ملغومة بالقرب من كابل الأصفر عن مصرع 3 على الأقل من أفراد الأمن الأفغان وإصابة 12 آخرين في هجوم تبنته حركة طالبان. وأكد المتحدث باسم شرطة كابل أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب ازدحام المنطقة المستهدفة بالانفجار، وتبنت حركة طالبان الانفجار محذرة مما سمته استمرار الضربات الجوية في عدد من المناطق، قائلة أن ذلك يعد انتهاكا لاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة. أعلن مسؤولون أن أكثر من 70 شخص لقوا حتفهم، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضربت فيضانات وانهيارات أرضية إندونيسيا وتيمور الشرقية المجاورة. قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا إنه تأكد وفاة 55 شخص، بينما لا يزال نحو 42 شخص في عدد المفقودين، كما توفي ما لا يقل عن 16 شخص في تيمور الشرقية بحسب ما قال مصدر رسمي. والآن إلى أخبار الاقتصاد. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الهيئة لم تدخر جهدا لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة، وتعاملت باحترافية مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية من خلال إمكانياتها الذاتية. وشدد الفريق أسامة ربيع على أن حركة الملاحة بالقناة تحظى بتأمين شامل برا وبحرا وجوا من خلال القوات المسلحة المصرية وقوات تأمين المجرى الملاحي الداخلي للقناة، مؤكدا أن قناة السويس آمنة وستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية والممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا بسواعد وجهود أبنائها. تم افتتاح فرعي توثيق عقاري مميزين بأحد المراكز التجارية في 6 أكتوبر وأحد النوادي الاجتماعية في الشيخ زايد، ويأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية للقطاع الأهلي، ويتم إتاحة الخدمة من خلال آليات تضمن توفير الوقت والجهد، إذ يعمل الفرعان بنظام الحجز المسبق عبر تطبيق أرغب في عمل توكيل على الهواتف الأندرويد للحد من الزحام والتكدس، حيث يتاح الحجز كل نصف ساعة على مدار اليوم إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة مصر الرقمية. افتتح اللواء شريف بشارة محافظ والإسماعيلية أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لخزان ورفع مياه شرب
الدويدة بمدينة التل الكبير، وأشاد المحافظ بأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن العديد من الأعمال أو أعمال الإحلال والتجديد تتم بهدف القضاء على مشكلات ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية وأيضا رفع كفاءة البنية التحتية. الصرف الصحي والمية كمشروع متكامل، يمكن السنة اللي فاتت كان هناك عدة مشاكل موجودة من سنوات، يمكن من 2010 مشروعات كتير جدا كانت متوقفة، مشروعات كانت محتاجة رفع كفاءة أنجز فيها كتير جدا، يمكن وصلنا حاليا تقريبا في حدود 70% من هذه المشروعات، ومستمرين الحقيقة لحد ما تنتهي بالكامل بما فيها على التوازي رفع الكفاءة. رفع كفاءة محطة الدويدة الحقيقة أخذ المنطقة اللي احنا فيها بالكامل، يمكن وصولا إلى جزء كمان من القصاصين، وكانت برضو فيها صعوبات وفيها مشاكل نظرا لأن كفاءة المحطة قلت والباكينات اللي موجودة فيها. تم رفع الكفاءة، استعدنا الكفاءة بتاعة المحطة بالكامل، والحقيقة احنا ما بنرصدش حاليا مشكلات تخص المية. بحث رئيس هيئة الاستثمار محمد عبد الوهاب مع زيد بن راشد الزياني وزير الصناعة البحريني سبل تفعيل آليات التعاون المشتركة لزيادة الاستثمارات البحرينية في مصر، وأكد عبد الوهاب أن مصر تعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار والسعي لتكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مع متابعة توسعات الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة البحرينية من أجل تعريف مجتمع الأعمال بآخر تطورات الاقتصاد المصري. نجح ميناء شرق بورسعيد في شحن سفينة كاليبر إيزادورا بحمولة 50,000 طن كأول حمولة لمادة الكلينكر المصدرة ضمن شحنات متعددة تصدر من الميناء لدول غرب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة وأوروبا، وتتجه السفينة إلى دول ساحل العاج كأول سفينة تصدير لمادة الكلينكر الخام من شركة أسمنت العريش بعد عمليات شحن ونقل على مدار 4 أيام على الأرصفة الجديدة بالميناء. وتعد هذه المادة من بضائع الصب الجاف الواجب تداولها باشتراطات بيئية محددة وبمعايير دقيقة تحول دون حدوث تلوث بيئي أثناء عمليات التشوين والنقل، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل موانئ الجمهورية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة. تم توقيع عقد لإنشاء محطة شمسية قدرة 50 ميجاوات بالزعفرانة بمحافظة السويس بتكلفة تبلغ 38 مليون يورو، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية والاهتمام الذي يلي قطاع الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. شاركت مصر في ندوة افتراضية للاتحاد الأوروبي وسفارة البرتغال تناقش جهود التحول الأخضر وتطوير قطاع المياه. أشارت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال الندوة إلى أن محفظة التمويل التنموية الجارية للوزارة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار وتضم 43 مشروعا لتنمية وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة تمويلات 4,900,000,000 دولار. تواصل معارض أهلا رمضان فعالياتها في استقبال المواطنين بمحافظات الجمهورية، والذي يقام بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان. ويشارك في المعرض هذا العام 168 شركة إلى جانب الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية وبتخفيضات تصل إلى 28%، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يقام على مساحة إجمالية تبلغ 12,000 متر مربع، كما أن هناك 26 معرض رئيسي بالمحافظات.
وفي إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال شهر رمضان المعظم والتوسع في فتح المعارض والمنافذ، افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض السلع الغذائية أهلا رمضان بمدينة طور سيناء. يأتي ذلك بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للسلع الغذائية تصل إلى 45%، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية. وأشاد فودة بحسن التنظيم وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية. عملنا معرض لأولادنا وأهالينا في مدينة الطور هنا، على فكرة كل مدينة فيها معرض زي ده، وممكن في مدن فيها أكتر من معرض زي شرم الشيخ وخلافه. إحنا طبعا بنتعاون مع الغرفة التجارية، السيد رئيس الغرفة التجارية موجود معانا، والسيد مدير مديرية التموين موجود معانا. في الحقيقة هم اللي أعدوا وأشرفوا على هذا المهرجان الرائع، مهرجان فعلا بحقيقة مهرجان ضرب الأسعار، جوه الأسعار بتصل ل 40% تخفيض. وعايز أقول لك حاجة، إن كمان عن مسيلتها في أي محافظة أخرى. تنفذ الدولة برنامجا لتعظيم موارد مصر من الفوسفات وزيادة القيمة المضافة ومردودها الاقتصادي على الناتج القومي، وذلك من خلال التوسع في برامج استكشاف وتأكيد احتياطيات خام الفوسفات لإمداد الصناعات المحلية باحتياجاتها والتصدير والمضي قدما في تنفيذ مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد، والذي تليه وزارة البترول اهتمام كبير لما له من مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات. وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتجهيز وتدبير احتياجات مجلس المرأة بأحدث التجهيزات التكنولوجية والأثاث المكتبي ونظم التطبيقات الذكية والتحول الرقمي. وأكد رئيس الهيئة عبد المنعم الطراز تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030. الهيئة العربية للتصنيع مدعمة لهذا المجهود ومدعمة لما يتم، واخره ان طبعا المقر الجديد لمنظمه المراه للتعاون الاسلامي اللي اصبح مقرها في القاهره، وده شيء جديد وامر جديد استطاعت مصر انها تحصل عليه، وينتقل المقر الى القاهره. فالهيئه بتتعاون مع المجلس القومي للمراه في تجهيز هذا المقر، سواء تجهيز فني او تجهيز يعني بالرقمنه مطالب الاتصالات كلها. احنا بنتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع على تجهيز منظمة التعاون الإسلامي او مقر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة اللي مصر بتستضيفها، وفازت باستضافة هذا المقر المنظمة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي اللي موجودة في السعودية في جدة، بالإضافة إلى التعاون في الإنشاءات بصفة عامة في المحافظات. المجلس القومي للمرأة بيبني فروع في المحافظات وبيجهزها، فالهيئة العربية صراحة لم تدخر جهدا في المساعدة وفي تنفيذ حتى مقر المنظمة في وقت قياسي. شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بمناسبة يوم اليتيم بحديقة النيل بمدينة بني سويف. وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لأكسترا نيوز إن الدولة المصرية تعمل دائما على توفير حياة للأيتام ومهتمة بتنظيم احتفالية في هذا اليوم، منوها أنه تم إطلاق مبادرة العام الماضي بدمج الأطفال الأيتام في مراكز الشباب لممارسة الرياضة. طبعا كل سنه مصر كلها بخير بيوم اليتيم. يوم اليتيم هو مش الهدف منه ان احنا يعني يوم احتفالي بس، لا، احنا بنفكر نفسنا وبنفكر ولادنا ان في الاخر الايتام دول هم مسؤولين من الدوله المصريه. الدوله المصريه بتحاول على قد ما تقدر انها توفر لهم حياه سويه، لان الولاد دول طبعا لو اتسابوا في الشارع كفيل بان هو يغير اخلاقهم خالص،
ويطلعوا من افراد غير اسوياء. فالدوله المصريه مهتمه بان هي تبقى عامله احتفاليه في اليوم ده بحيث ان احنا نحسسهم ان احنا دايما معاهم، مش اليوم ده بس ولكن طول السنه. فعشان كده احنا كمحافظه حاولنا ان احنا نعمل مبادره زي ما حضرتك قلت من السنه اللي فاتت، ان احنا نعمل لاولادنا دول دمج في مراكز الشباب بحيث ان هم يبتدوا يمارسوا رياضه. الرياضه هتطلع اشخاص اسوياء جنب التربيه الحسنه، علشان خاطر هم الولاد دول نبته خضراء لو احنا احسننا تربيتها والحفاظ عليها هتطلع افراد نافعه للمجتمع. وفي الختام مشاهدينا الكرام هذه تذكره بابرز العناوين. رئيس الأركان يشهد فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني نسور النيل 2. مقتل واعتقال العشرات من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية بأنحاء متفرقة من العراق. جونسون يحدد اليوم خطط إعادة فتح الاقتصاد البريطاني واستئناف السفر الدولي بعد بدء برنامج التطعيم ضد كورونا. نهاية النشرة الإخبارية، وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وقدمنا إليكم هذه النشرة نهى درويش ولما جبريل.